عسكرة البحر الأحمر تدخل منحنى جديد. جورنال واشنطن بوست الأمريكي بيقول إن إدارة جو بايدن بتسعى لتوسيع القوة 153 اللي شغالة في البحر الأحمر، وده لمواجهة تهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب. قوة المهام المشتركة 153 هي قوة عسكرية مشتركة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر والإمارات والأردن لتأمين منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. القوات البحرية الأمريكية كانت أعلنت تشكيل قوة المهام المشتركة 153 في إبريل 2022 بهدف القيام بدوريات في البحر الأحمر والعمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية والتهريب والقرصنة. في ديسمبر 2022 سلمت البحرية الأمريكية قيادة فرقة القوة الدولية البحرية المشكلة حديثاً 153 في البحر الأحمر إلى القوات البحرية المصرية خلال حفل أقيم في البحرين حيث المقر الرئيسي للقوات متعددة الجنسيات. وقال بيان للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إنه سلم النقيب بالبحرية الأمريكية روبرت فرانسيس القيادة إلى العميد البحري المصري محمود عبد الستار، ومثل هذا الانتقال المرة الأولى التي تتولى فيها مصر قيادة طاقم عمليات القوات البحرية المشتركة منذ انضمامها إلى الشراكة البحرية المكونة من 34 دولة في عام 2021. تقريبا دي المرة الأولى اللي بنتكلم فيها للرأي العام المصري والعربي عن القوة 153 وإن مصر بتقود قوة بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، وده كان نتيجة طبيعية لقيام البحرية المصرية بالتموضع في جنوب البحر الأحمر فور اندلاع حرب اليمن الثانية. وكان غرض الدولة المصرية من هذا الانتشار والتموضع هو منع تطويق مصر من الجنوب ده من ناحية، أو قيام أي طرف بعرقلة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب اللي هو خط الملاحة الدولي لقناة السويس من ناحية تانية. احنا هنا قدام سيناريوهين لا ثالث لهم، انه ده كان فخ امريكي مسبق لمصر في البحر الاحمر علشان ننجر الى حرب بحرية مع الحوثيين وقراصنة الصومال، خصوصا انه التواجد العسكري الامريكي في البحر الاحمر وسواحل اليمن والصومال شغال بمياس وتهريج ضد الاخطار دي، وكأنه بيجر رجل مصر او بيجر رجل تحالف دولي اكبر لجنوب البحر الاحمر، وانه التحالف ده في طريقه الى انه يكبر ويضم عدد من الدول ومصر تبقى مجبرة يا اما تحارب معاهم أو تنسحب منه، ويبقى الأمريكان عرفوا ينتشروا في جنوب البحر الأحمر زي ما خططوا مع إيران من الأول، وده كان سبب تحريض إيران للحوثيين وقراصنة الصومال على مسرحية قصف إيلات وقرصنة السفن في عرض مضيق باب المندب. أما السيناريو الثاني إن مصر قبلت بل سعت للقيام بهذا العمل العسكري لقطع الطريق أمام تمدد التواجد العسكري الأجنبي في البحر الأحمر ولمنع عسكرة البحر الأحمر اللي كان عبر التاريخ بحيرة مصرية قبل أن يقوم الإسلامويين في الصومال واليمن بفتح باب التدخل الأجنبي أمام الغرب، بمعنى فرض الوجود المصري في المنطقة لتحقيق تأمين حقيقي لعنق قناة السويس من ناحية، ومن ناحية تانية منع محاولات تطويق مصر من الجنوب، ومن جانب آخر إحكام السيطرة المصرية على المضيق وامتلاك القدرة على التحكم فيه إذا ما تصاعدت الأحداث لمواجهة مع إسرائيل. خد بالك إن الحكومة المصرية على اتصال جيد بحكومة الحوثيين في اليمن الشمالي، وأفكرك إنه لما الحوثيين أطلقوا صواريخ على إيلات وإسرائيل تصدت ليهم وسقطت أجزاء من الصواريخ دي على طابة ونويبع في مصر، مصر أصدرت بيان دون أن تسمي الجهة اللي أطلقت تلك الصواريخ حتى لا تحملها أي مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي. ملاحظات بين السطور لازم ناخد بالنا منها قبل ما نجري وراء أي حد بيطبل ويقولك هنحارب الحوثيين ولا هنحارب في اليمن. احنا رفضنا توسلات دول خليجية بالحرب في اليمن لأنه معروف من البداية الفخ ده كان منصوب لمين. هتقول لي مصر على علاقة حسنة مع الحوثيين ازاي ومع كده شغالين في مؤامرة مع إيران لغلق مضيق باب المندب؟ هقولك أنا قلت مع حكومة الحوثيين وليست جماعة الحوثيين، والفارق ضخم. الفارق اللي بيخلي مصر هي مصر الكبيرة مش الدول اللي نشأت باعتبارها دول وظيفية وبتشجع الخراب. الحكومة الحوثية بالأمر الواقع بتدير نصف اليمن على الأقل، ومصر ليها مصالح في اليمن الشمالي، وبالتالي مصر مش هتغيب عن اليمن الشمالي وتركز على جزء من اليمن وتسيب الباقي زي ما كافة الدول معامل. مصر في ليبيا زي اليمن بتتواصل مع جميع الأطراف طالما ده لمصلحة الشعب المصري وشعوب اليمن وليبيا.
مش هنتواصل مع الشرق ونسيب الغرب، أو الشمال ونسيب الجنوب. شغل المحاور ده مش بتاع مصر. مصر بتتواصل مع كل الأطراف علشان تعرف تصلح بينهم، ولصيانة العلاقات والأمن الجماعي المشترك مع كافة الأطراف. الغرب كل يوم بينصب لنا فخ وفخ جوا فخ، مرة تعالى بطيرانك في سوريا، مرة بالبحرية في اليمن، مرة تعالى سلح لنا أوكرانيا. وإحنا كل مرة بنطلع أذكى وأكثر دهاء من مخططين واستراتيجيين اتدفع فيهم ملايين عبر سنين علشان يبقوا رتب ومناصب خلف وأمام الستار في واشنطن وجنيف وغيرها. على الجانب الآخر، اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود. الموضوع ده خلاص بقى شغل علني، ما بقاش سر ولا تكهنات. ده إسرائيل بدل ما تدخل دير البلح قامت مركزة على خان يونس علشان تضغط أسرع على رفح الفلسطينية وتفتح الطريق ليهم لرفح المصرية. في مقال رأي نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم السبت، قال إن التطورات التي نشهدها تشير لمحاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر أو يتم توطينهم في مكان آخر، رغم أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسراً من القطاع. ويرى المفوض العام للوكالة الأممية أن الدمار واسع النطاق في شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح هي مرحلة أولى من السيناريو، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوباً قرب الحدود المصرية. وأضاف: إذا استمر هذا المسار فإنه سيؤدي إلى النكبة الثانية، إذ لن تكون غزة أرضاً للفلسطينيين بعد الآن، في إشارة إلى حرب عام 1948 عندما هجر نحو 750 ألف فلسطيني لإقامة دولة إسرائيل. الصحافة الإسرائيلية شغالة هجوم يومي على مصر، والمرة دي وحدة الإرسال واللحن مع قناة مكملين وإعلام الإخوان. تقرير لمنصة جلوباس الاقتصادية الإسرائيلية قال إن الاقتصاد المصري سيتم سحقه تماماً بسبب استمرار هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية عند مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر. التقرير بعنوان الاقتصاد المصري سيتم سحقه وليس إسرائيل، جايبين كم خبير اقتصادي من عندهم يتشفى في اقتصادنا، وإنه قناة السويس والاستثمارات اللي فيها هتروح على الأرض بسبب مضيق باب المندب. ما بين السطور بيتأكد لك إن اللي بيحصل في جنوب البحر الأحمر ده لا يضر إسرائيل في أي شيء، بل إن إسرائيل تسعد بيه لأنه بيضرب التجربة المصرية. تاريخياً إسرائيل مولت التيار الديني اللي انبثق منه الحوثيين ضد مصر في حرب اليمن في الستينيات. كافة جماعات الإسلام السياسي السني والشيعي وحتى الصوفي في العالم الإسلامي تعاونت مع الغرب وإسرائيل ضد مصر في مراحل مختلفة، وكتب التاريخ مليئة بفصول المؤامرة. وبالتالي مش غريب أن هناك نمرة بين إسرائيل وإيران الخمينية والحوثيين وأمريكا علشان يتم إغلاق مضيق باب المندب. والمرة دي مش في وش مصر وبس، إنما كمان في وش الصين وطريق الحرير الصين اللي بيمر من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وده لصالح الممر الهندي الصهيوني الخليجي الأمريكي. بس أنا بقول للصحافة الإسرائيلية إنه من الأفضل تركزوا في اقتصادكم، اقتصادكم أنتم بعد الحرب، علشان في 600 ألف إسرائيلي غادر إسرائيل بدون عودة من ساعة ما الحرب بدأت. كفروا بأرض الميعاد وأمنوا بأنهم مع أبائهم كانوا جزء من مسرحية اسمها الصهيونية، مسرحية صنعها الغرب لصناعة حاجز بين مصر والشام والأناضول حتى لا تقوم الإمبراطورية المصرية الكبرى التي طالما أذلت ناصية الغرب في سنوات الصراع الدولي. وإن الحدوتة السياسية مش دين، وما اليهودية السياسية سوى مجرد نسخة يهودية من الإسلام السياسي، وما الإسلام السياسي واليهودية السياسية سوى وجهان لعملة بريطانية واحدة. بيتوقع خبراء أن يضرب إسرائيل خلل اقتصادي كبير في ظل تزايد موجات مغادريها التي وصلت لأعلى مستوى منذ تأسيسها، وأن يضطر بعض الراحلين عنها للتنازل عن الجنسية الإسرائيلية لحماية نفسهم من الحرج. ومنذ شن حركة حماس الهجوم المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، فر أكثر من 600 ألف إسرائيلي إلى الخارج بخلاف العمالة الأجنبية واللاجئين والدبلوماسيين وفق صحيفة زمان إسرائيل. وتسبب هجوم 7 أكتوبر في مقتل 1200 شخص في إسرائيل وإصابة أكثر من 5000 وفق السلطات الرسمية،
وهو أكبر عدد من القتلى والمصابين بيقع في الداخل الإسرائيلي خلال هجمات منذ عام 1948. وبتتغذى إسرائيل منذ نشأتها عام 48 على موجات الهجرة القادمة إليها من أنحاء العالم، ويعني تراجع الهجرة مع موجات المغادرين منها خطر حقيقي على وجودها. في نوفمبر الماضي أعلنت الممثلة وصانعة الأفلام يولا بيني فولسكي عبر فيديو أنها تقدمت بطلب للتنازل عن جنسيتها الإسرائيلية نتيجة الإحساس بانعدام الأمن الطويل الذي عاشته في إسرائيل وسط تكرار الحروب والمعارك مع الجيران، إضافة إلى اعتراضها على الحرب الجارية ضد غزة، إلى جانب مغادرة المواطنين هناك. مئات الآلاف من العمال تركوا البلاد، ما ضرب قطاعات اقتصادية في مقتل. وبعد ما كانت إسرائيل منطقة جذب للمهاجرين والزوار، ستهجر تماماً بعد هذه الحرب. ونذهب إلى الهند. في الهند حيث تحكم حكومة من الهندوس المتطرفين دعموا إسرائيل علناً منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى، أيدت المحكمة العليا في الهند قرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناردينار مودي عام 2019 بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحددت موعد نهائي في 30 سبتمبر من العام المقبل لإجراء انتخابات في المنطقة. جامو وكشمير ظلت المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محل نزاع لأكثر من 75 عام مع الجار باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947 عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. منذ صعود القوميين الهندوس لحكم الهند وحالة الاضطهاد دي ضد كافة الأقليات الهندية لا تتوقف، مسلمين ومسيحيين ووسيخ وغيرهم، استغلوا إرهاب الجماعات الإسلامية في الهند وباكستان وبنجلاديش وجنوب آسيا وتصاعد الحرب العالمية ضد الإرهاب، وأخيرا ربط الإعلام الصهيوني للمقاومة بالإرهاب، وقام الإعلان الهندي بتوظيف كل ده في شيطنة المسلمين في الهند واعتبار مطالب المسلمين المشروعة بحقوق المواطنة إنها مطالب داعشية وليست مطالب مواطنين هنود. الهند اللي عرفناها أيام جواهر نهرو وأنديرا غاندي، الهند بتاعت منظمة عدم الانحياز، انتهت للأسف. الهند التي كانت تتسع للجميع ولكافة شعوب الهند اختفت على إيد الأمريكان والصهاينة وبقت بتضيق على شعوب الهند وتريد طردهم. الهند التي تضم 16 قومية بتحاول قومية واحدة فيهم فرض إرادتها على باقي القوميات. كارثة في القارة الأسيوية سوف تنفجر في وجه العالم أجمع في القريب العاجل. ومصر تراقب وتسجل 24 ساعة وتنتهي معركة انتخابات الرئاسة وتتفرغ مصر لأعنف جولات حروب الأمم من 2024 ل 2030. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.